نهى لنزالات كبيرة أبرزها نزال حبيب نورماغوميدوف ضد داستن بوري الذي واجه كذلك في نفس المدينة نزاله الثاني ضد كونر ماغريغر. هي العاصمة الإماراتية أبوظبي تعود للواجهة وهذا من خلال استضافتها لحدث UFC 267. أهلا بكم في عدد جديد من برنامج سبورتس أريا. UFC 267 ستشهد نزالات قوية وفي مختلف الأوزان، وهو ما سيجعل الحدث استثنائي بحضور أسماء قوية في الفنون القتالية المختلطة. الحدث الرئيسي سيكون فيه 6 نزالات، أهمها نزال الشيشاني حمزة شيمايف ضد الصيني لي جيغليان، والروسي إسلام ماخاشيف ضد النيوزيلندي دان هوكر، ليكون الختام بنزال البولندي يان بلاكوفيتش ضد البرازيلي غلوفر تيكسيرا. حمزة شيمايف الشيشاني الذي يقاتل تحت العلم السويدي يدخل النزال وفي رصيده 9 نزالات انتهت كلها بالفوز، 3 منها بالإخضاع و6 كانت بالضربة القاضية. هذا المقاتل يعتبر من بين أشرس المقاتلين في القفص ومرشح بقوة كي يقاتل من أجل اللقب، خاصة إذا ما فاز في نزاله القادم. حمزة شيمايف سيجد في طريق هذه المرة منافس لا يقل خطورة وهو الصيني لي جيغليان. هذا المقاتل في رصيده 24 نزالا، فاز في 18 مرة، 9 منها كانت بالضربة القاضية مقابل 6 هزائم. نزاله الأخير كان ضد الأرجنتيني سانتياغو بونزينيبيو وفاز بالضربة القاضية في الجولة الأولى بعد 35 ثانية فقط من بداية النزال. الروسي إسلام ماخاشيف أو كما أصبح يعرف بي فيوتشر حبيب، هذا المقاتل صاحب 29 سنة يدخل نزاله القادم وفي رصيده 21 نزالا، فاز ب20 وانهزم في نزال واحد فقط، كان ضد البرازيلي أدريانو مارتينيز سنة 2015. نزاله الأخير كان شهر جويليا الماضي ضد البرازيلي الآخر تياغو موزيس وانتهى لصالح ماخاشيف عن طريق الإخضاع وفي الجولة الرابعة.
دون هوكر سيكون خصم إسلام مخاشيف. النيوزيلندي يعتبر من بين أقوى المقاتلين في هذه الفئة برصيد قتالي يصل إلى 31 نزالا، فاز في 21 مرة، 10 منها كانت بالضربة القاضية. ورغم أنه تعرض لعشر هزائم إلا أنه سيكون خصم عنيد لإسلام مخاشيف، فتصوروا أن قتاله الأخير كان قبل قرابة شهر فقط حين فاز على الألماني محمد نصرة حقبراست بقرار الإجماع. ومع ذلك، أي رغم قصر المدة بين نزاله الأخير ونزاله القادم إلى أنه قبل أن يكون خصم إسلام خشيف بعد انسحاب البرازيلي رافائيل دوس أنجوس بداعي الإصابة. النزال الأخير سيكون على لقب وسيجمع كل من البولندي يان بلاكوفيتش ضد البرازيلي غلوفر تيكسيرا. البولندي حامل لقب وزن الخفيف الثقيل يدخل النزال وهو يملك 28 انتصارا مقابل 8 هزائم. ولمن لا يعرف هذا المقاتل، فإن بلاكوفيتش انتزع لقب الفئة من النيوزيلندي النيجيري الأصل إسرائيل أديسانيا. والمتابع لشؤون هذه الرياضة يعلم جيدا من هو أديسانيا في عالم الفنون القتالية المختلطة. النزال كان شهر مارس الماضي بلاس فيغاس، والذي شاهدنا فيه متعة حقيقية استمرت لخمس جولات وانتهت بقرار الإجماع. بلاكوفيتش لا يكون مفروشا بالورود، فالمنافس اسمه غلوفر تيكسيرا. رصيده القتالي يصل إلى 39 نزالا، فاز في 32 مواجهة، 18 منها كانت بالضربة القاضية. نزاله الأخير كان شهر نوفمبر من العام الماضي ضد مواطنه تياغو سانتوس، وانتهى لصالح غلوفر بالإخضاع في الجولة الثانية.
خلال هذا الحدث يمكنكم مشاهدينا الكرام أن تشرفونا بتوقعاتكم لهذه النزالات ونزالات أخرى والتي بالتأكيد سنشهد من خلالها تشويق حقيقي وبحضور الجماهير. إلى هنا وصلنا لنهاية عدد اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه لنستقبل آراءكم وانتقاداتكم، وحتى يكون تواصلنا كذلك أسهل أفيد وأفضل. ها هو نصر غيمي يحييكم، الملتقى في العدد القادم بإذن الله.